جلسة اليوم غياب محفزات، تأثير تراجعات أسعار النفط هي المسيطرة إلى حد ما على حركة السوق. اهلا وسهلا، نرحب بكم بالساده المشاهدين. اهلا بك. طبعا احنا بدا جني ارباح السوق منذ الاسبوع الماضي، شهدنا تراجع واغلاق اسبوعي، وان كان اغلاق اسبوعي ايجابي فوق متوسطات العشرة والعشرين، لكن كان يوحي بان السوق يحاول ان يجني ربحه، وهو فعلا ما حصل اليوم من تراجع في السوق. يعني أنا أحب أن أنبه ملاحظة، وهو أن التداول ليس بالارتفاع إذا ما استثنينا الصفقات الخاصة التي تمت على جبل عمر والطيار بحوالي مليار وست أكثر من مليار وستمائة مليون، يعني نرجع إلى تقريبا ثمانية ونصف مليار ريال قريبة من نهاية الأسبوع إذا ما استثنينا الصفقات الخاصة. ولذلك أنا أعتبر ما يحصل الآن هو جني أرباح ولا يدخل عند التصحيح، وما زال السوق في مساره الصاعد سواء على المدى القصير أو المتوسط. وأعتقد أن ممكن للسوق أن يختبر دعوم منطقة 9130 ثم منطقة 9000 تقريبا الفيجر. لا يوجد ما يستدعي الخوف او ان يكون هناك تصحيح كبير للمؤشر في اعتقادي، لانه لابد ان تتغير الاتجاهات حتى يمكن اننا نغير رؤيتنا، والاتجاهات ما زالت على اليوم وعلى الاسبوع ما زالت في اتجاه سيد محمد اتجاهات على اتجاه الصاعد على الاسبوعي، والاتجاه الصاعد على اليومي ما زال السوق باتجاه صاعد، وهذا اعتبره استمرار في جني ارباح بالموجه الصاعده لاختبار دعوم معينه. ثم لا ننسى ان شهر اربعه هو شهر استحقاق التوزيعات التي اعلنت من الشركات، هذا محفز قادم للسوق، فكثير من من يريد ان يدخل السوق او من لديه لكن عسيره المحفزات سيد محمد، يعني كان في نتائج جيدة للعديد من الشركات، كان هناك توزيعات جيدة، لم نرى هذا التفاعل مع هذه النتائج ومع هذه التوزيعات إلى حد ما، يعني عم نشوف العوامل الداخلية للسوق ما عاد إلى هذا التأثير الكبير على حركة الأسهم، يمكن العوامل الخارجية هي التي تلعب دور أكبر في بوصلة المؤشر. نحن نشهد في السوق السعودي وتباعا كل الأسواق، الارتفاع دائما يكون قبل المحفزات، وعلى سبيل المثال اليوم شهدنا خبر النادك وتبوك، نادك وتبوك والقصيم الزراعية بمنحها الأراضي التي المسلمة، ومع ذلك إيش اللي صار؟ صار في بيع قوي بهذه الأسهم بالخاصة، لأن الخبر كان يعني رائج في السوق، فكانت الأسهم ترتفع قبل الخبر، فلما صدر الخبر حقيقة شهدنا تراجع لأنه مسعر في هذه الأسهم. أنا أعتقد أننا سوف نقدم على شيئين، الشيء الأول الاستحقاقات التي تكون في الشهر الرابع، وأيضا لا ننسى أنه الشهر الرابع يكون فيها النتائج الربعية التي أتوقع أن تكون النتائج قريب من الربع الرابع. نعم سيد محمد، نأخذ أخبار بعض الشركات، بعض الأسهم بالتحديد. اليوم شفنا نشاط جيد وارتفاعات جيدة على زين السعودية بعد قرار تخفيض سقف أسعار المكالمات الصوتية. البعض رأى أن هذا التأثير إيجابي أكثر على سهم زين، أنت كيف قرأت هذا الخبر وما هو التأثيرات المحتملة عليه؟ هو صحيح ما في شك أنه إيجابي لسهم زين، وهو من القرارات التي كانت تدرسها هيئة الاتصالات، من ضمنها أجلت دفع قيمة بعض الرخصة لزين، والآن خفضت المكالمات من 25 هللة إلى 15 هللة تقريبا 40%، لأن الاتصالات السعودية هي تستحوذ على 60% من الشبكة، فكانت زين
تدفع للاتصالات السعودية جزء كبير ولا تستطيع أن تنافس في هذا المجال. وهذا سبب تراجع سهم اتصالات في هذه الجلسة تقريبا 4.5%. أحسن، نعم. فهذا يكون سلبي على الاتصالات وإيجابي لزين، لأنها يمكن الآن أن تنافس في مجال المكالمات المتنقلة. ولذلك شهدنا تقرير من الرياض كابيتال على أن وضعت السعر العادل مقارنة بالمكرر، مكرر ليس الربحية وإنما مكرر المبيعات، لأن زين لا تربح، مكرر المبيعات عند 1.5 عند 11 ريال. نعم. طيب كمان بدي أعلق على سهم موبايلي، أيضا تراجعات بحوالي 3.25 النقطة المئوية بين زين واستيسي. كيف شفت موبايلي في هذا الخبر بالتحديد؟ هي أقرب لزين، لأنك زين عفوا هي أقرب للاتصالات، لأن هي ثاني بعد الاتصالات الشبكة ثاني مرة، والانظار حقيقة خاصة في موبايلي تتجه إلى التقرير السنوي. كثير من المحللين وكثير من بيوت الخبرة تريد أن تقرأ ماذا سيكون في التقرير النهائي لشركة موبايلي، هل يكون هناك مفاجآت جديدة أو لا. ننتظر التقرير السنوي لموبايلي حيث ينتهي، يجب على جميع الشركات وضع التقرير السنوي قبل 25 فبراير. سيد محمد، اليوم وكما الأيام السابقة تتوالى إعلانات الشركات عن توصيات أو توزيعات أرباح. برأيك أنت كيف ترى توزيعات الأرباح للشركات السعودية مقارنة مع نتائجها؟ كيف تقيمها؟ حقيقة يعتمد على القطاع، فقطاع البنكي التوزيعات فيه تعتبر مقارنة بأسواق الخليج تعتبر قليلة أو الأقل، ويعني أكثر يعني متوسط التوزيعات في القطاع البنكي السنوي حوالي 2% فقط، بنك الرياض عنده 4%. أما مثلا قطاع الأسمنت يعتبر توزيعات فيه جيدة فوق 5-6% متوسط القطاع، لا يوجد إلا شركتين لا توزع في هذا القطاع، الجوف وأم القرى. بالنسبة للقطاع البتروكيميكال معظم الشركات توزع العائدات التوزيعات بالنسبة لسابق فوق 5%، وسافكو 4.5%، وينساب أيضا حوالي 5%. توجد شركات جيدة للتوزيع أيضا في عدة قطاعات في السوق السعودي. أتوقع يجب على الشركات أن تركز على التوزيع. طبعا قطاع العقاري توجد طيبة توزيعات جيدة عند 7%. للأسف دار الأركان لم توزع، وأعتقد أنها لن توزع ما دام أنها عندها نية لبيع سكوك. المستفيد من دار الأركان هم حملة السكوك وليس المساهمين. نعم. برجع على خبر قبل أيام تداولته، طبعا حكينا عنه كثير لكن بدي أركز عليه فيما يتعلق بإجراءات الشفافية اللي هيئة سوق المال السعودي شددت عليها مرارا وتكرارا ووضعت نظم جديدة في هذا الإطار. هل المهم سيد محمد هي وجود نظم جديدة أم وجود آلية للالتزام بهذه النظم؟ كيف هل الشركات السعودية فعلا قادرة على الالتزام بمعايير الشفافية المطلوبة بشكل يتلائم مع قرارات هيئة سوق المال؟ طبعا هو تحدي، لأنه أول شيء الآن صارت حوكمة الشركات ملزمة، كانت أولا إرشادية والآن ملزمة، ولذلك نجد في كل تقريبا أسبوع نجد غرامات من هيئة سوق المال لعدم استيعاب كامل معنى الحوكمة، ولذلك ممكن أن يكون هناك أعمق شفافية أعمق لدى الشركات. على سبيل المثال تنبه هيئة سوق المال في أخبار تكون تدور بالسوق لم تحدث هذه الشركات عن الأخبار. آخر خبر مثلا الشرقية الزراعية والمنحة التي أعلنت أنها تسعى لأخذها من الحكومة، تم سؤالها من جديد ماذا حصل، أنه يروج في السوق أنا على وشك، ثم أدى ذلك إلى إعلانها أنه لا يوجد أي جديد
فمثل هذه الأخبار التي تكون تدور في السوق سابقة يجب على الشركات أن تحدثها حتى لا تجعل المجال للإشاعات واستغلال هذه الأخبار لرفع السهم على سبيل المثال. من استديوهاتنا في الخبير المالية بمدينة جدة السيد محمد الشميمري الرئيس التنفيذي لمكتب محمد الشميمري للإستشارات المالية، شكرا جزيلا.